السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الفيديو ديال واحد البروتين ديال الدجاج. بروتين خطير. هو البروتين هذا كيتصنع غير بالشعير. الشعير هو كنديروا ليه فحال الشعير المستنبت. طريقة ديال هاد الوصفة ديال هاد الشعير بحال الطريقة ديال الشعير المستنبت. كنشدوه كنغسلوه كنديروا ليه كلور كنخليوه 24 ساعة عاد كنعريو عليه عاوتاني كنعطيوه الماء كنبقاو نعطيوه الماء فهمتيني. حتى كيولي فحال هذا الشكل هذا بالجذور ديالو. هذا شعير مستنبت فيه واحد البروتين خطير للدجاج. الناس اللي باغين ما نقول لكمش البيض يا سلام. هانتوما هذا هو الشعير ديالنا المستنبت ماشي المستنبت. هذا الشعير بالجذور هو داير فحال الشعير. هانتوما داير الوصفه ديالو فحال الشعير المستنبت ولكن هذا شعير بالجذور. راه ما نقولش لكم واحد اش كيدير ليه الدجاج. عرفتي تبارك الله راه وكيتزاد في الوزن. هانتوما هذا راه خليته تقريبا واحد 3 ايام. هانتوما نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعه والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي تبركوا على الجرس. اللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. الدجاج بروتين للدجاج. البروتين هذا هو البروتين ديال الدجاج. انا حطيت الان الوصفه ديالنا اللي هي الشعير بالجذور. تشوفوا الدجاج ما نقول لكمش كي غيدير عليه. هانتوما انا خرج الدجاج ديالي كيمشي. هذا هو الفطور ديالو. ما نقولش لكم ما يخلي فيه حتى شي حاجه. ما نقولش لكم. والبيض بكثره. البيض الحمد لله من نهار بديت كندير فحال هاد الوصفات ما نقولش لكم البيض. الحمد لله على كل حال. المهم نخليكم وتهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. مع السلامه.